لا انا ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. انا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما انا جنبك مش هتقلب بغم ابدا. اشرب. سعيدة بيك قد ايه يا فريد؟ قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ اه. اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشة لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ اه. عينيه كانت زايغة، مع ان كل اللي يشوفني يقولي مفيش احلى من كده. وانت رأيك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك ابن الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلوه قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيلة كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمة دي بتلو بتلو. فريد. نعم. أنا شايفك مش مستريح في القعدة. تحب أشيل لك الشنطة بمعرفتي؟ لا ده أنا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ مش مستريح قال. انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. تعب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله متلو. صباح على خير يا غادة رشيد، ربنا كتر لنا من لحمكم. نظام كده دلوقتي كله تمليك. اذا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا معرفش، بس دي كل حاجه بتاعتي، الارض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجيران بتوعي.
وبالمره ابني عشه فوق السطوح اربي فيها شويه فراخ بدل الفراخ بتاعتكم دي، وكمان اعمل فرن اعمل فيه شويه عيش مرحرح بدل العيش ابو ظبي بتاعكم دي. نظريه برضو. بعد الظهر هكون دبرتها لك، وبالمره هجيبها لك جاهزه مفروشه بالسرعه دي. يا فريد بيه، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجه وبمنتهى السرعه. اتفضل، ادي 5000 جنيه هم مع اللي معاك يبقى 150000. انا عديتهم 3 مرات. متشكر، الدار امان. نسجل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. انا حوصل رسالتك. تمام يا فندم. تمام. متشكر. ألف جنيه عمولتهم 10%، يبقى أنا عايز 15000 جنيه دلوقتي. اتفضل. أيوة كده. أيوة كده. مش تبقى قريبي وحبيبي والسمسر عليا؟ لا سمسرة إيه؟ ده أنا كنت عاملها لعبة عليهم. مش كده؟ وهو اللي ناخده منهم أحسن من عينيهم. أنا بقول كده برضه. بقول لك إيه؟ نعم. ما تخلي طعم الشغالين والبواب زي ما هم. أيوة، ونثبتهم، ما يبقوش ظهرات. استريح أنت دلوقتي وأنا أجي لك بكرة. بقول لك إيه؟ يا لئيم، يا لئيم أنت. مساء الخير. دودي مين يا ست انت؟ ما عندنا حد اسمه دودي هنا، النمره غلط. مش فريد بيه؟ انت ما عرفتش صوتي ولا ايه؟ انا نريمان. اهلا يا رمرم هانم. ماني دودي وانت رمرم. رمرم؟ الله. اسم دلع يجنن. الف مبروك على الفيلا. انا خدت النمره من عبد الجواد. حبيت اكون اول واحده تهنيك. عشت يا رمرم الله يحفظك. انت عندك ايه الليله؟ لا بقى، انا الليله دي في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش احلم ان انا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا مسيد، دخلي الحاجات في اوضه البيت. حاضر يا بيه. الله، ايه الحاجات دي كلها تعب جواب؟ فريد بيه العطريفي لازم يظهر في منتهى لبها. امال انا مش لبها، ما انا لبها اهو. يعني برضه يا فريد بيه. بقول لك ايه، ما تاكل فحل البصل ده. لا 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 لا، مانيش فيه ده. طوعني كله، هيخليك زي الحمار. انت حر. قال لي قول لي يا عبد الجواب، انت حاسبني في مصر كده من 4 حيطان؟ لا ازاي؟ ده انا عامل لك بروجرام يجنن. ايه هو؟ المتحف الزراعي، القناطر الخيرية، جنينة الحيوانات. متحف زراعي؟ بقى أنا جاي من الفلاحين، توديني متحف زراعي؟ يا راجل أنت، أنا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاولة دي. آه يا خلبوس أنت. أنا جاهز. وأنا كمان جاهز.